يا رب عدي بس بكره على خير. واضح انك ورطان ما خلص ولا نص المنهج. طيب اسمع السر بارد 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 بارد. لو صعب عليك موضوع معين وما انت ملاقي له شرح واضح في الانترنت، هنا دور بارد انه يساعد. بامكان هذه التقنيه انها تشرح لك اصعب المواضيع المعقده واصعب المفاهيم العلميه بطريقه سهله وميسره لدرجه توصل وكانها تشرح لطفل عمره 10 سنوات. يعتمد بارد على احدث نموذج لغوي مطور في جوجل باسم بالم 2، بيقدر يفهم الاسئله البسيطه والمعقده ويعطيك اجابات ذات صله، وبيتم تدريبه على كم هائل من البيانات العامه المتوفره، وبيقدر يساعدك تلخص النقاط الاساسيه لملاحظات اخذتها بفصل معين مجرد وضع النص على بارد أو عن طريق تحميل صورة من هاي الملاحظات، وفيك تستعين ببحث جوجل لو حابب تعرف تفاصيل أعمق عن أي موضوع. أما لو كنت تذاكر الرياضيات بعدسة جوجل راح تساعدك، صور المعادلة راح يطلع لك الحل وطريقة الحل خطوة خطوة، وطبعا ما يحتاج أذكرك أنه تعتمد على نفسك وعدسة جوجل تساعدك. ولو دراستك كانت باللغة الإنجليزية مثلا فيك تصور صورة فيها نص، وعن طريق الذكاء الاصطناعي بيتم تحويل هاي الصورة إلى نص وترجمتها بشكل فوري مع تقنية بارد وعدسة جوجل. الـ A+ صارت في الجيب.